ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا كنتواجدوا عند واحد السيد اللي كيبيع الدجاج، غنسولوه يعني هذا الارتفاع الخيالي ديال الدجاج، يعني من الأول ديال رمضان القدر اللي كي واحد كيعرف واحد الارتفاع خيالي يعني في الدجاج. أجيو معايا تعرفوا شنو هو السبب. قول يا خويا، يعني من الأول ديال رمضان كنعرفوا ارتفاع ديال الدجاج، يعني كل نهار كتزاد درهم على درهم، ودابا اليوم ليلة القدر يعني تزاد جوج درهم في خطرة واحدة. شنو هو السبب ديال هذا الغلاء هذا؟ ايوا خويا اش نقول لك، الدجاج قليل هاد اليومات، هذا قليل، هذاك الشيء علاش ولا كيزيد قليل، يعني الدجاج قليل داك الشيء علاش؟ داك الشيء علاش؟ ماشي نتوما يعني اللي كتغتنموا هاد الفرصة وكتزيدوا؟ لا لا، ماشي حنا اللي كنزيدوا، هما اللي كيزيدوا. شكون اللي هما؟ هما اللي لي الدجاج الفريمات والكوارة وداك الشيء. هما اللي الفريمات والكوارة؟ لا لا، داك الشيء علاش. دابا شحال داير اليوم الدجاج؟ اليوم سيدي كنبيعوا فيه 440 430 440 430 يعني بشحال كتقتل الدجاجه دابا اللي كانت في هذيك 2 كيلو؟ شحال كتقتل تقريبا؟ ولا هذا شحال كتقتل؟ 960,000 ريال. 960,000 ريال. دابا الا درنا القواعد داكشي دجاجه بشي 600 ولا 700 ريال ما تقدرش تلقى، ضروري تلقى زيده ولا زيده شويه، 760-800 ريال. يعني الدجاجه ديال 600 700 يعني مسكين 100 كلش دجاج والو والو. الا فات رمضان واش الدجاج غير رجع يعني للثمن ديالو العادي؟ ايوا خويا اش نقول لك، انا كنتمنى يرخص. كنتمنى يرخص ديالو. شحال خصو يكون الكيلو الثمن المناسب ديالو؟ يكون مناسب 260 ولا كاع 240. هذا هو الثمن المناسب ديالو، يعني ملي كيولي 440 وهذا راه كيولي 440 اخويا بزاف. اللي قلتي 440 كيقول لك كيهرب كيمشي كهرب.